الله المستعان. اتفضل. عبد الرحيم مسلم مرتد. اتفضل. ايوه يا شيخ، اتفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انت الشيخ وليد؟ معاك وليد، اتفضل. الشيخ، انا بسألك على السورة بتاعت الغنائم دي. طب وانت تسألني ليه اساسا على الغنائم؟ يعني الاول نتكلم في الله، وبعد كده نتكلم في القرآن الكريم او في النبي صلى الله عليه وسلم. أصله هي الآية دي كانت من أسباب خروجي من الإسلام برضو. اسباب من اسباب خروجك من الاسلام؟ أيوة. طب وايه يعني؟ يعني انت حضرتك لما تخرج من الاسلام يعني انت فكر هيهمنا؟ والله ما يهمنا حاجه، لا يا شيخ، بس أنا والله بتكلم ما معاك، يهمنا حاجه. يمكن يكون عندك وهتفضل آية الغنائم، وهتفضل آية موجوده، حتى ملكات اليمين هيبقوا موجودين، وما عندناش اي غضاضه ان اي حد يخرج من الاسلام طالما هو مش فاهم. لن نبكي على احد. طب انت مش حاسس ان في حاجة غريبة في الآية هو دي يا ايه شيخ؟ اللي غريب فيها؟ دخلنا حرب وكسبناها واخدنا الغنائم، وده متعارف عليه دوليا، يعني انا دلوقتي يا شيخ استفدت متعارف ايه عليه من دوليا الآية دي؟ ولا مش متعارف عليه دوليا؟ سؤال، مين متعارف عليه دوليا استفاد؟ ولا مش عارف عليه دوليا؟ ليس مش بالطريقة دي يا يا شيخ، امال اصل انه طريقه ما حضرتك حدش، امريكا لما بتدخل حته ومنطقه مش بتاخد السلاح اللي موجود فيها ولا ما بتاخد السلاح؟ صح، ده بتاخد لأمريكا، بس الخمس بيروح للرسول طب وايه يعني؟ ايه والله، المشكله؟ بس مين اللي هو قال ان الخمس دي للرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ مش ده الآية الخمس ده يقول لسته الخمس حبيبي، لله والرسول. الخمس ده، الخمس ده لسته. ما عارف انت الايه بتقول ايه؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني سته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هياخد خمس الخمس. يعني هو كان بيوزع برضه على اليتامى والناس المحتاجين ايوه النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوزع حتى الخمس بتاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بياخد الخمس ترك حتى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بدون إرث، لأن الأنبياء لا يورثون. أي عدل هذا؟ والله سبحانك يا ربي. ها ايه بوم بوم. يلا شكرا لك، مع السلامة.